للحديث أكثر عن الذكرى 18 لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر العلواني، بداية مرحبا بكم في الذكرى 18 لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق. إلى أي مدى دكتور يعني ترى أن هيئة علماء المسلمين استطاعت تحقيق الهدف الذي أسست من أجله؟ بداية أبارك للشعب العراقي ولهيئة علماء المسلمين عامها 18 من العطاء والثبات والتقدم على الرغم من المصاعب والمخاطر والاستهداف الذي تعرضت له على مدار عقدين من الزمن تقريبا. هيئة علماء المسلمين تأسست في ظروف صعبة كما يعلم العراقيون وحرجة من تاريخ العراق. تأسست في 14 من نيسان بعد أيام قليلة من إعلان القوات الغازية، قوات الأمريكان، احتلال العراق. نحن نتكلم في وقتها عن انهيار نظام سياسي بالكامل، احتلال كامل للعراق. في وقتها تاه الناس، لا يعلمون ماذا يفعلون وأين يذهبون ومن الذي يمكنه أن ينقذهم من السبات الذي وقعوا فيه، ومن يخرجهم من المتاهة التي وقعوا فيها. ماذا يجب أن يفعل الناس؟ بمن يثقون؟ خصوصا أن هناك أحزاب سياسية تدعي أو تغطت بثوب الإسلام، متهمة بالخيانة للوطن والتعاون مع الاحتلال، ومدعومة أيضا من الاحتلال، كانت تزيد من معاناة الشعب العراقي، تحاول أن تستغل الناس عندما وقعوا في توهان، عندما وقع العراقيون أثر الصدمة الكبيرة التي تعرضوا لها. في ظل هذه الأوضاع خرج المفكرون والعلماء والمثقفون والخطباء والمشايخ وشباب المساجد ليعلنوا تأسيس هيئة علماء المسلمين لتكون الجبهة الوحيدة التي لم تغيبها الصدمة ولم تنجرف إلى مستنقع مخططات الاحتلال. فكانت في أول أمرها قد حاولت ترتيب عمل المساجد ونشاطاتها ونصح الناس ومحاولة إفاقتهم من سباتهم، ثم تحولت إلى الدخول في العمل السياسي بعد أن أجبرت على ذلك، بعد أن رأت أن الأحزاب السياسية التي تتستر بثوب الإسلام قد تعاونت مع المحتل. فقاومت الهيئة الاحتلال بكل ما تستطيع، فعملت مع دعمت المجاهدين وعملت إعلاميا، فكانت الجبهة التي يتوجه إليها شرفاء الوطن، يتوجه إليها الباحثون عن الحلول الحقيقية للخروج من العراق وواقعه المأساوي الذي وقع فيه. فحققت أهداف الهيئة كثيرة ومهمة، وأولها إبطال تقسيم العراق. نجحت أيضا بتأليب الناس ضد الاحتلال، فانتشرت المقاومة العراقية ضد المحتل بكل بسالة وأوقعت فيها خسائر جسيمة كبيرة. نعم دكتور ثامر العلواني، الهدف الرئيس لتأسيس هيئة علماء المسلمين مناهضة الاحتلال الأمريكي في حينها وإيران بعد سيطرتها على القرار في العراق. إلى أي مدى استطاع خطاب هيئة علماء المسلمين، إلى أي مدى استطاع بناء رأي عام شعبي واعي بمخططات الاحتلال بكافة وجوهه؟ الهيئة منذ بداية تأسيسها أعلنت مناهضتها للاحتلال وحذرت من التدخل الإيراني ودور إيران في العراق، دور خبيث. الهيئة منذ ظهورها استطاعت أن تندد بالاحتلال ودعت إلى المقاومة المحتل، وفعلا قاوم العراقيون وظهرت المقاومة العراقية وأوقعت خسائر كبيرة وفادحة بالقوات الأمريكية الغازية، بحيث أجبر الرئيس الأمريكي في حينها أن يطلب من الجامعة العربية التدخل لإيقاف المقاومة العراقية. ولكن للأسف حدثت بعض التحولات، ومن أهم هذه التحولات إنشاء الصحوات، وقد حذرت الهيئة من إنشاء الصحوات بأنها لن تصب بمصلحة العراقيين وإنما ستكون خادمة وأداة للمحتل في تثبيت وترسيخ احتلاله. فحذرت الهيئة منذ أيامها الأولى الصحوات لأنها ستكون منقذة للاحتلال، ونجحت الهيئة بفضح العملية السياسية وصرحت بأنها ستجر العراق إلى قعر الهاوي وحذرت العراقيين من الانجرار إليها. ولكن لأن القوة والإعلام في ذلك الوقت استخدم العزف على وتر الطائفية،
انخدع بعض العراقيين فأيدوا العملية السياسية، ليس لأنها أمل للعراقيين أو من خلالها يمكن أن يخرج العراقيون من احتلالهم، ولكن لأن العملية السياسية كانت هي جاذبة للتخندق الطائفي. وقفت الهيئة ضد خطة تقسيم العراق ونجحت ببيان الرؤية المستقبلية للعراق في ظل العملية السياسية، فبينت أن الاحتلال سيدمر العراق من خلال هذه الأحزاب ومن خلال الحكومات. بالنتيجة الهيئة نجحت في أن يكون كلامها حقيقي وواقعي، وجعلت العراقيين هم من يطالبون بمطالب الهيئة التي تحدثت عنها قبل 18 سنة. الآن العراقيون هم يطالبون بإنهاء العملية السياسية، بإنهاء المحاصصة الطائفية. العراقيون الآن يتيقنون تماما أن استمرار العملية السياسية تعني استمرار دمار العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فبالنتيجة الآن رؤية الهيئة هي من ينادي بها العراقيون وإن كان بعد 18 سنة. دكتور ثامر، هناك قوى مستفيدة من الاحتلال الأمريكي وحتى من النفوذ الإيراني، لم تألو تلك القوى جهدا وحتى أذرع تلك القوى في استهداف الهيئة، يعني سواء بالطعن أو ترويج الأكاذيب، يعني في والطعن في أهداف الهيئة ومشاريع الهيئة. إلى أي مدى استطاعت تلك القوى المستفيدة من الاحتلال والمستفيدة من النفوذ الإيراني تغيير الصورة الذهنية للهيئة لدى الشارع العراقي، وخصوصا يعني خلال ثورات الشعب العراقي لا سيما ثورة تشرين؟ لا يخفى أن قوة الهيئة هي بالقاعدة الشعبية التي تمتلكها في العراق التي كانت تحظى بها، وقد أثرت بشكل كبير بالشارع العراقي لأسباب، أهمها أنه الهيئة لديها رؤية واضحة، لديها هدف واضح، لم تنخدع بالمشاكل الفرعية التي حاول الاحتلال وأحزاب السلطة والميليشيات وإيران أن تجرف رؤية الهيئة وأن تأخذها إلى المشاكل الفرعية وتترك القضية الأساسية. فاستخدم الاحتلال طرق كثيرة لإضعاف القاعدة الشعبية للهيئة، لإضعاف الهيئة نفسها ولمحاولة تراجعها، إجبارها على التراجع على مواقفها. فاعتقلوا أعضاء الهيئة كثيرا وعذبوا في سجون الاحتلال وفي سجون الحكومات المتعاقبة للاحتلال، وقتل عدد كبير من أعضاء الهيئة، هجر قيادات الهيئة. كل ذلك لم يثني الهيئة عن المضي في طريقها الصحيح. فالتجأ المجرمون والاحتلال والأحزاب الفاسدة إلى إشاعة الأكاذيب، إلى التزوير والتلفيق على الهيئة، لأنهم عجزوا من مواجهتها بالأساليب الوحشية، فالتجأوا إلى الكذب والخداع. ولا يخفى على أحد أنها استطاعت هذه الجهات أن تشوه الصورة الذهنية عند بعض العراقيين في زمن وفترة معينة، ولكن كما يقولون لا يصح إلا الصحيح. بعد هذه السنوات الطويلة العراقيون أيقنوا تماما أن الهيئة هي صاحبة الكلمة الحقيقية، وكل ما قالته الهيئة منذ 18 سنة هو صحيح، وأن الأحزاب التي تتستر بثوب الطائفية بثوب الإسلام هي المسؤولة عن دمار وخراب العراق مع المحتل، وملايين القتلى والمهجرين هؤلاء في رقبة حكومات الاحتلال، في رقبة هؤلاء الذين يدعون تمثيل الشارع السني أو الشارع الشيعي كما يقولون. فإذا نحن نتكلم أن العراقيون الآن يطالبون بما طالبت به هيئة علماء المسلمين منذ 18 عاما. نعم، عبر سكايب من عمان مقرر القسم السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.